هلا ويسعد لي مساكم ويسعد لي بداية أسبوعكم يا رب، بداية أسبوع جميلة. اليوم حبدأ معاكم من القسم اللي أحب لقلوبكم. أمس وريتكم قطعة كثير واصلة، اليوم كملت الأطقم وزادت الأشكال الحلوة في قسم السيراميك اللي تحبوه. حبدأ منه الآن، خليكم معايا. كوليكشن الرائع السيراميك الفاخر باللون الكحلي، أمس كان واصل منه بس الزبدية هذه، اليوم كمل الكوليكشن. وفرنا لكم حجمين من الصحون المسطحة وحجم من الصحون هذه العميقة. شوفوا ثقلها ما شاء الله وجودتها العالية ولونها اللي ياخذ العقل. فعلا فعلا أطقم السيراميك اللي واصلة ذي اليومين ما تتفوت. وين عشاق اللون الأصفر، نفس الكوليكشن الرائع اللي باللون الكحلي واللي بالجودة العالية كمان جبنا منه اللون الأصفر. شوفوا الجمال، أنا ماني مصدق أنه هذه القطعة بخمسة ريال صراحة، جودتها جدا عالية وتأخذ العقل. توفر منه المقاس الكبير من الصحون المسطحة والمقاس الصغير، وفي هذا الصحن العميق. القطعة بخمسة ريال 75، هلا لبس احتاجكم وانتوا تقولوا لي ايش هقول بالله عن الكوليكشن هذا الرائع. شوفوا الجمال، طبعا وريتكم هو امس لكن اليوم كملت القطعة، وصلت الزبدية وصل المقاس الصغير. شوفوا الجمال، لون رمادي مات ياخذ العقل حرفيا يجنن. وهذا المقاس الصغير وفي كمان المقاس الكبير، يجنن يجنن، مرة حلو مميز مرة. ما قد شفت هذا الشكل من الصحون في مكان تاني وبهذا الجودة العالية. أبغى تشوف التقل، 5 ريال 75، هلا لبس. الكوليكشن الرائع والجميل واصل كمان لونين مختلفة، عندكم هنا اللون الأبيض مع الزبدية وهنا اللون الوردي اللي قبل الرمادي مات، هذه لامعة كلها الاثنين تجنن. يعني دائما هنا في قسم الصحون نقول ايش ناخذ ايش نخلي، كل واحد كل شكل احلى من الثاني. اللون الوردي هنا مره عجبني بيبي بينك، وهنا اللون الابيض. القطعه بخمسة ريال 75، هلا لبس. الجديد اللي واصل في قسم الصحون السيراميك اوسع مما تتخيلوا، كمان وفرنا الشكل الدائري اللي تحبوه، يعني ما لنا غنى عنه مهما تتنوع الاشكال، الشكل الدائري هو التوب. وصل هذا الشكل الجميل، شوفوا معي تفاصيل ياخذ العقل، بسيط لكن جدا انيق. حتنسخ هذا اللونين الاثنين مع بعض في هذا الحجم الكبير اللون الغامق والحجم الصغير باللون الفاتح. القطعة بخمسة ريال 75، هلا لبس. وصل كمان من الشكل الدائري هذا الحجم مع الخط البني الجميل، انيق جدا وبسيط للمحبين البساطة بالمقاس الكبير، وفي هذا كمان المقاس الصغير باللون الابيض السادة. القطعة بخمسة ريال 75، هلا لبس. يلا أبا كده تنفتح نفسكم معايا وينشرح صدركم، شوفوا الجمال، حاجة تفتح النفس. رجعت توفرت الصحون السيراميك واللون الأبيض مع الخط الذهبي، هذه كل ما تخلص لازم نرجع نجيبها لأنها تجنن وتفتح النفس وأنتوا تحبوها. القطعة بخمسة ريال 75، هلا لبس. شكرا، أنا ما حنورج بقسم السيراميك، كل التغطية اليوم قسم السيراميك. شوفوا الزبديات اللي واصلة تاخذ العقل، شوفوا الكوليكشن الأنيق، هذا وصل منه أمس زبدية بشكل تاني حبيتوها وخلصت ما شاء الله، كمان يتوفر هذا الشكل الأنيق والمميز حرفيا مميز، يعني ما قد شفته أبدا. هنا كمان القطعة منه بخمسة ريال 75، هلا لبس. قسم السيراميك إلى قسم المبدعات بالكيك بالحلى بالمعمول، حوريكم المنتجات اللي حتساعدكم لإنتاج حلويات أحلى، سووها وارسلوا لنا. شوفوا معايا، متوفر عندنا ملاعق القياس وهذه الحروف تستخدموها في الأشكال والأرقام لتزيين الكيك، وفي كمان هذه الأرقام أحس عملية أكتر. في كمان عندنا هذه اللي تستخدموها مع الكيس الكريمة، وفي الفرادات هذه يدها سيليكون ومن هنا خشبية، مرة عملية هذه. وعندنا طبعا سكاكين الكريمة حتجيكم هنا 3 حبات بالأشكال المختلفة بخمسة ريال 75، هذا لبس المغلف. في عندنا قوالب معمول الأمراء، قوالب المعمول معاناة اللي كانت خشبية زمان لكن الحين خلاص اتطورنا، هذه بلاستيك مرة عملية وترى تسوي الأشكال زي كذا، ممكن كمان للبيتي فور مرة حلوة. شوفوا كم شكلها يجيكم المغلف بخمسة ريال 75، هلا البس. وعندنا طبعا هذه القوالب السيليكون أكتر من شكل، أكتر قطعة عملية ممكن تخدمك في الطبخ في الحلى، مرة عجبتني فكرتها انه بدل ما تشتري مجموعة من الملاعق الصغيرة، هذه تقريبا يعني 5 10 في 1 فيها مقاسات مختلفة، حطيت لكم فيديو توضيحي لطريقة
استخدامها لا تفوتكم، اللي يحبوا يطبخوا بالمعيارات، اللي يحبوا يطبخوا بشكل أدق كمان للحلو، توفر عندنا بخمسة ريال 75 هلا لبس. وأكيد بنخدمك أكتر وأكتر بالقطع اللي تقدم لك الراحة وبالقطع العملية. رجعنا ووفرنا لعيونكم المنشر السيليكون اللي حبيته، لأنه فعلا قطعة جدا عملية. بحط لكم فيديو توضيحي، اللي ما شافه واللي ما أخذه لسه لازم يجي ياخده، لأنه قطعة تشيل وتريح كثير. لسه القطعة الرهيبة ما خلصت، أكيد تهمنا راحتك، أكيد يهمنا يكون كل شيء سهل عليكي. وفرنا هذه القطعة اللي بحط لكم فيديو توضيح لها، اللي هي هتكون قطاعة وصفاية بنفس الوقت، كمان قطعة جدا عملية، واللي عجبني انه كمان شكلها مرة لطيف ومرة حلو، كمان في منها اللون الأبيض وفي منها اللون الرمادي اللي يناسب مطبخك، تاخذيه كل اللي يريحك نوفره لعيونكم. القطاعات الخشبية أكثر نوع قطاعات نشوفها برا السوق بأسعار مبالغ فيها، هنا أكيد وفرناها لعيونكم لأنه أكثر نوع مفضل عند الكل، لأنه يتحمل كثير لتقطيع اللحوم، تقطيع الخضار، لكل حاجة ينفع. وفرناها بهذا الحجمين، هذا الحجم الأول شوفوا كمان شكله جميل، تقدمي ممكن فوقه الفطور، مرة حلو هذا الشكل عجبني، كمان تتعلق. وفي هذا الشكل كمان القطعة بخمسة ريال 75 هلا لبس. من عشاق الشاي زيي، تحبوا تشربوا الشاي كذا كوب على الصباح، تبوا بريك حق حجم كوب كوبين، شوفوا وفرنا لكم هذه الأحجام ثلاثة أشكال، هذا ممكن حق كوب واحد كذا تاخذيه معاكي الدوام. طبعا كلنا نحب الشاي المغلي، ما يجي براسنا غير المغلي. وهنا كمان هذا الحجم وهذا الشكل، في هذا الشكل مع المسكة، هذا تقريبا أكبر مقاس ممكن حق كوبين ثلاثة كذا، شوفوا جمالها كلها تجنن. خمسة ريال 75 هلا بس الحبة. المشروبات الساخنة المشروبات الباردة وفرنا لهم هذه الأكواب الجميلة، محبين القهوة الباردة أو العصيرات، شوفوا الأكواب الجميلة اللي توفرت. والله هذه لسه بالكراتين، لكن قلت لازم أوريكم تفاصيل جمالها عشان تلحقوا عليها قبل ما تخلص. توفرت باللونين، هنا اللون التيفاني وهنا اللون الوردي، شوفوا الجمال الأشكال تاخذ العقل، حجيكم زي كذا بالمصاصة، وهنا مكتوب عليها العبارات الحلوة، أشكالها تاخذ العقل بخمسة ريال 75 هلا لبس. تختار يوم متى بتخلص للأجسام الحلوة، الله أعلم ما ندري. شوفوا الجمال اللي واصل، رجعت توفرت هذه الصفايات اللي عاجبني من كثر ما هي عملية، كمان ألوانها مرة حلوة وشكلها لطيف. دائما نحب تكون إضافاتنا للمطبخ حلوة وعملية بنفس الوقت. هتجيكم زي كذا قطعتين، هتحطوا هنا مثلا المكرونة واندومي أو الشيء أو خضار اللي تحبوا تصفوه، ومن تحت هتنزل الموية، تجيكم مع بعض زي كذا مع بعض بخمسة ريال 75 هلا لبس. اللي توفر عندنا كمان شفناه أونلاين، قطاع الشبك المعدني هذا للصحون، مثلا حطيت الصحون من بدري تبي تغطيها لين يجي موعد الأكل، تحب تجهزي أكلك من بدري، وفرناها عشان وانتو بكلامه ما يجي عليها الدبان، ما يجي عليها الأوساخ، ألوان مختلفة بخمسة ريال 75 هلا لبس. على الجمال كله توفرت لبادات طاولة السفرة أو طاولة المكتب، وين تحبوا تستخدموها ممكن كمان على المكتب، شوفوا جمال اللون الوردي هذا مرة أخذ عقلي. كمان في ألوان مختلفة تناسب كل دكرات بيتكم، أكيد هنا اللون الرمادي وفي اللون هذا الدرجة الثانية من الوردي، وفي هذا البني كثير يحبوا البني، وفي الأحمر اللي ياخذ العقل. طبعا هنا حتجيكم بالعبوة ثلاث حبات بسعر خمسة ريال 75 هلا بس، ألوان مختلفة. شوف كمان هنا متوفر الأخضر، الأخضر كمان يجنن، لو طاولة سفرتك لون أبيض لون أسود سادة، تضيفيها اللون الأخضر أو الأحمر تصير تاخذ العقل. وجيت هنا أوريكم التشكيل الثاني كمان من اللبادات بهذه الأشكال اللي تحبوها واللي تعجبكم. شفت لها فكرة أول ما شفتها قلت لازم أوريكم إياها، فكرة هذه استخدموها، يعني واحدة شفتها استخدمتها ديكور للبيت، يعني
ديكور جدا توفيري، حطتها فوق لوحة كانفس. طبعا عندنا لوحة كانفس وعندنا هذه اللباتات، بحط لكم الفيديو عشان تفهموا أكثر قد إيش صارت إضافة حلوة. وعندنا الأشكال المختلفة بالألوان المختلفة، كمان ذهبي هنا كلها ذهبي، وفي كمان هذا الشكل من اللون الفضي، وهذا الشكل كمان من اللون الفضي، كلها تقدروا تنفذوا فيها الفكرة اللي بحط لكم هي. ايش رايكم بالفكره؟ بالله انا مره عجبتني، قلت لازم اوريكم هي، حتكون لكم كمان اضافه بسعر توفيري. الواح الكانفس عندنا بالاحجام المختلفه بخمسة ريال 75 هلله بس، واللبادات كمان بخمسة ريال 75 هلله بس. انبسطي وانت تصنعي الفن والديكور لبيتك. تعرفوا هذا الاسبوع ثالث مره ما شاء الله نوفر قاعدات الريزن هذه الجميله، كل ما نجيبها ما شاء الله تخلص بسرعه. جبناها اليوم كمان مرة ثالثة ما شاء الله في نفس الأسبوع بالأشكال الحلوة هذه، فعلا تستحق إعجابكم، مرة حلوة وألوانها تاخذ العقل، ألوانها مختلفة عندنا. وعندنا كمان هذا الشكل من قاعدات المشروبات، شوفوا جماله كيف، مرة 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 عاجبني إنه حلو كده طاولة سفرة تحطي قدام ضيوفك. كمان في منه ألوان مختلفة، القطعة بخمسة ريال 75 هلله بس. الأكواب الجديدة دي معنى الانهيار، شوفوا الجمال، أنا خلاص بغير اسم قسم الأكواب بخليه قسم الجمال وقسم الانهيار. شوفوا الجمال، شوفوا بالله الألوان مرة مرة زاهية وتجنن كده، تفتح النفس لو تشرب فيها شاي أو قهوة تجنن، واصلة اللون الأصفر واللون الأزرق واللون البرتقالي، لأول مرة توصل بهذا الجمال، شوفوا تجنن، يعني ما أدري إيش أقول لكم عليها، مرة حلوة. هنا حيجيكم الكوب مع الصحن خمسة ريال 75 هلله بس. هم لسه حننهار كثير بقسم الأكواب. وصلت هذه الفناجيل، فناجيل ستاربكس، شوفوا دبل جلاس، حتكون للإسبريسو أو القهوة العربي، جميلة جدا، أنتوا عشاق الدبل جلاس، ولما يكون عليه كمان الرسومات الحلوة هذه باللون الذهبي وبسعر خمسة ريال 75 هلله بس، كملت يعني لازم تاخذوها. إيش اللي رجعت توفر؟ رجعت توفرت فناجيل القهوة اللي انهرتوا عليها بالألوان الحلوة هذه اللي تجيب الانهيار، شوفوا جمالها، الحبة بخمسة ريال 75 هلله بس، جمال ما ينوصف. دحين بوريكم التشكيل الجميل اللي عندنا من مرطبانات الزجاج، كل شكل أحلى من الثاني وكلها عملية وحتخدمك في مطبخك للبهارات، ممكن المكسرات. شوفوا هذا الشكل الأول مميز وجميل، زجاج مع الغطاء الفضي، وفي هذا الشكل، هذا الشكل ما قد شفته صراحة، مرة عجبني، أحب الأشكال المربعة يعني تعجبني أكثر. وهذا الشكل كمان مرة حلو، حيجيكم تقريبا دائري أو بيضاوي مع الغطاء الفضي، ونفس الشكل هذا في منه تقريبا نفس الشكل مع الغطاء الفضي، وفي هذا الشكل مرة جميل، مرة جميل وأنيق مع الغطاء الفضي كمان، وهذا الشكل شايفين كيف عامل كمان بيضاوي، وهذا الشكل أنا عن نفسي قتلني، مرة أحب دي الأشكال، شوفوا الجمال، مرة حبيته، وكلها بخمسة ريال 75 الشكل ذا ما يختلف عليه اثنين بوصف جماله، شوفوا الجمال مرة عجبتني الرسومات اللي عليه، وكمان طريقة إغلاقه غير عن اللي قبل، كلها اللي قبل ضغط تقريبا أو لف، هنا حيجيكم بالحديدة طريقة الإغلاق هذه. بنفس الطريقة هذه المرطبانات بالألوان مع لمسة الأزرق ولمسة الأخضر ولمسة الموف كمان حلوين. في دول الأشكال حيجيكم اثنين بخمسة، شو كيف الغطا لف الفضي، حيجيكم زي كده مقاسه اثنين بخمسة، وفي من نفس الشكل أو نفس المجموعة هذا الحجم ثلاثة حبات بخمسة حيجيكم، وهذا الشكل كثير عجبهم اشتريهم اليوم، إنه متوفر المقاس الكبير منه هذا الشكل الأزرق، وفي كمان هذا الشكل اللطيف، هذا مرة ناعم وحلو، اسم الديكور الجميل والرايق اللي يحبوا الإضافات البسيطة لكن جميلة منازلهم. شوفوا مركن الزرع هذا مرة عجبتني فكرته، أن هنا صخور بدال الشكل يكون زي التربة، شكلها مرة حلو مع الذهبي في هذا الشكل زي الورود، وهنا عندكم
بهذا الشكل. هذه الورود أو المراكن الصناعية مرة تعجبني لأنها ملفتة وألوانها مرة زاهية، يعني لو تضيفوها في مكان تعطي انطباع وتميز فوق ما تتصوروا. وتشكيلتنا واسعة أكيد في مراكن الزرع، كل الأشكال اللي تحبوها والألوان اللي تحبوها متوفرة. إيش اللي رجعت توفرت المقسمات للقهوة أو الشاي، حبيتوها كثير رجعنا وفرناها لعيونكم. تجيكم زي كذا من الداخل مقسمة لقسمين، تحطوا داخلها القهوة أو الشاي، مرة حلوة. اللي عندهم كوفي كورنر كمان شكلها مرة لطيف، تنضاف في المطبخ ومن تحت بدي التفاصيل والألوان، الخطوط السوداء مرة حلو. 5.75 ريال، هلا بس. عيني على الجمال، دلعنا أهل جدة محبين البحر والديكورات البحرية، توفرت بالجمال هذا كله. شوفوا السفينة كيف تاخذ العقل، مرة حبيت فكرتها هذه. كمان ترى تنحط على المكتب وهنا داخل نحط النوت، مرة حلوين. هذا الصندوق عجبني، ليش ممكن نحط كده في مدخل بيت، نحط فيه الهلل الباقي، أشكالها مرة تجنن. وهنا شوفوا المنارة تجنن مرة. كمان توفر اللي يحبوا فقرات حابين يعملوا ديكور بحري، توفرت هذه الصدفات كمان الديكورية، ممكن تحطوها في قزازة خلف الديكور هذا السفون وزي كده، مرة حلوين أكتر من شكل. كمان توفرت المغلفة ب5.75 ريال، هلا بس. ثلاثة أشكال حقيقة، يعني ماني عارفة إيش أوصف لكم في الجمال. اللي عنده محل سمك اللي يحب الديكورات البحرية كلها هنا بهذا الجمال، بسعر 5.75 ريال، هلا بس. أشكال الديكور اللي تناسب ديكورات بيتكم متوفرة أكيد تحت سقف واحد في شركة مجمع الشامل. هذه التحف الجميلة اللي قد وفرناها وخلصت بسرعة رجعت توفرت الآن. شوفوا جمالها مرة حلوة، ترى تنحط فوق التسريحة في غرف النوم. شوفوا جمالها وجمال الألوان كمان، لو غرفتك باللون الأبيض السادة تحطي لها إضافة حلوة زي كده. 5.75 ريال، هلا لبس. معقول قسم الديكور اليوم؟ ايش القطع هذه الحلوة اللي واصلة؟ شوفوا الجمال، وصلت 4 أشكال، مرة عجبتني. هذه الكرة الأرضية أول ما شفتها على طول أخذتها، حلوة مرة على مكتب، مرة مرة حلوة. وهنا كمان شكل البوق مع الكتاب، أشكالها مرة كلاسيك حلوة. وهذا التليفون الأحمر، تليفون الطفولة، ترى أحجامها صغيرة عشان ايش توضح لكم الصورة، أحجامها صغيرة. وفي هذا كمان شكل التليفون البني، القطعة ب5.75 ريال، هلا لبس. فحات دي بسميها محبوبتكم، كل ما تخلص تقولون أنا أرجع وفروها، لأنها مرة حلوة فعلا تجنن. اللون الأبيض أخذ العقل، واللون الأخضر أكثر لون حبيته ولا كأنه طاح شيء. نكمل، مرة حلو من جد، يستحق إعجابكم، مرة حلو. وكمان في اللون الثالث اللي هو اللون العودي، كمان توفر من جديد الثلاثة الألوان، القطعة ب5.75 ريال، هلا لبس.